السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله في فيديو اليوم هنوضح لحضراتكم طريقتين لكيفية ترقية الويندوز عندنا من الإصدارات القديمة، إصدارات 2019 و2020 اللي هي فيرجن 19 اتش 1 و19 اتش 2 و20 اتش 1 إلى آخر إصدار اللي هو تحديث أكتوبر 20 اتش 2 بآخر تحديثات إبريل 2021. طبعا لعدة أسباب، وهي الحصول على السلاسة والمميزات والخصائص الجديدة في التحديث ده، والسبب الثاني وهو للحصول على آخر تحديث من ويندوز 10 اللي هو 21 اتش 1، واللي مايكروسوفت إن شاء الله هتطلقه في الأسابيع القادمة أو قريبا جدا هتطلقه. وانت عشان تحصل على التحديث ده اللي هو 21 اتش 1 أو تلاقيه عندك موجود في التحديثات، يجب اصلا ان انت تكون عندك اصدار 20 اتش 2 عشان تقدر تحصل على التحديث ده. فطبعا احنا بنبتدي ان احنا ننتقل الى الاعدادات، ثم سيتنج، ثم ويندوز اند ابديت، وبعد كده بنعمل عمليه تشيك فور ابديت. لو انت على اصدارات قديمه بيبتدي بتلاقي التحديث عندك موجود في الخانه اللي انتم شايفينها قدام حضراتكم دي، بتلاقي التحديث متاح اللي هو 20 اتش 2، بتبتدي ان انت تضغط على داونلود وتسيبه يحمل لما يكتمل 100%. بعد كده بيطلب منك اعاده تشغيل، بتعمل اعاده تشغيل، بتلاقي عندك اخر اصدار اللي هو 20 اتش 2. بعد كده لما مايكروسوفت هتطرح الاصدار الجديد اللي هو 21 اتش 1، تقدر بكل سهوله ان انت تلاقي التحديث موجود عندك هنا وتحدثه. خلاف كده لازم ان انت تنتقل اصلا الى التحديث اكتوبر 20 اتش 2 عشان تحصل على التحديث ده. دي الطريقه الاولى او التقليديه او الطريقه اللي كلنا عارفينها، تمام؟ طبعا لو انت ما لقيتش اصلا التحديث هنا، يعني انت لو على اصدارات قديمه وما لقيتش التحديث اصبح متاح، تقدر من خلال الطريقة الثانية اللي احنا هنتبعها دلوقتي، اللي هي من خلال الذهاب إلى موقع مايكروسوفت الرسمي. إن شاء الله رابط الموقع ده يكون في صندوق الوصف، لتنزيل أداة خاصة بتحديث أكتوبر 20 اتش 2. زي ما انتم شايفين كده بنبتدي إن احنا ننزل تحت كده عند داونلود تول ناو، وبنضغط عليها على أساس إن احنا نحمل الأداة الخاصة بتحديث أكتوبر، تمام كده. بنحدد مكان الحفظ على سبيل المثال الديسك توب، ثم بضغط سيف. بعد كده بدء التحميل، الطريقة الاعتيادية للتحميل، تمام كده. بعد ما بتنزل عندك الأداة بتلاقيها بالشكل ده كده، بنضغط دبل كليك عليها، ثم بعد كده بضغط يس. بعد كده زي ما انتم شايفين حضراتكم كده بتبتدي ان احنا الأداة بتاعتنا تحمل كده زي ما انتم شايفين، او بتفتح ليك النافذة دي كده، ثم بتبتدي ان هي تحمل. بننتظر ثواني على ما بتحمل وبنكمل باقي الخطوات. بعد كده يا شباب زي ما انتم شايفين بضغط هنا على اكسبت، الموافقة على الاتفاقيات والشروط، كأنك بتثبت نسخة ويندوز من جديد بالظبط، تمام كده يا شباب. زي ما انتم شايفين بعد كده بيجيب لك الخيارين دول، الخيار الاول اللي هو الابجريد ده، وهو خاص بعمليه الترقيه اللي احنا بنتكلم عليها، لكن الخيار الثاني اللي هو انشاء الويندوز بتاعك او تثبيت تنزيل الويندوز وحرقه على يو اس بي او دي في دي. طبعا بالنسبه للخطوات بتاعتنا احنا بنعمل عمليه ترقيه للويندوز بتاعنا وتحديث الى اخر اصدار اكتوبر 20 اتش 2، فبنختار الخيار الاول اللي هو ابجريد، بعد كده بنضغط على نيكست. بننتظر بقى عدة ثواني كده على ما بيحمل، بيعمل عملية تحميل كده، وبنتابع مع حضراتكم باقي الخطوات. بعد الانتهاء من عملية الداونلود زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، بندخل على مرحلة التحقق من الداونلود، بتستغرق عدة دقايق، وبننتظر على ما بتكتمل وبنكمل مع حضراتكم باقي الخطوات. تمام كده زي ما حضراتكم شايفين بعد الانتهاء من الداونلود والتحقق من التحديث ومدى توافق التحديث مع الجهاز، وصلنا للمرحلة دي حضراتكم زي ما انتم شايفين. بنضغط دلوقتي هنا على اكسبت، بعد كده بندخل على النافذة دي وهي الخاصة بالحصول على التحديثات، يعني عملية التحقق من إذا كان في تحديثات جديدة متاحة للإصدار لإصدار أكتوبر 2021. بننتظر كده عدة دقائق على ما بتنتهي وبنكمل مع حضراتكم. بعد الانتهاء من الخطوة اللي فاتت اللي هي عملية الحصول على التحديثات، بنوصل هنا إلى الخطوة دي. هنا هو بيقول لك التغيرات اللي هتحصل عندك على الكمبيوتر، انستول ويندوز 10، يعني هيثبت لك ويندوز 10. بعد كده كيب بيرسونال فايل اند ابس، يعني هيعمل ابقاء على الملفات الشخصيه والتطبيقات والبرامج اللي انت منزلها وكل شيء موجود عندك في الجهاز. بعد كده بنضغط كده على انستول. لاحظ حضرتك دلوقتي انك انت لو ضغطت على كلمه انستول دلوقتي الجهاز هيدخل في عمليه تحميل وهيعمل عمليه ريستارت. فانت قبل الضغط على انستول لازم لو في عندك اي شيء مهم على الجهاز تبتدي ان انت تقفله، وتكون مستعد ان انت بعد الضغط على انستول الجهاز هيعمل ريستارت، ومش هتقدر انت تدخل على الجهاز غير بعد انهاء عملية تثبيت الملفات والعودة تاني الى سطح المكتب.
زي ما انتم شايفين حضراتكم بعد الضغط على انستول الجهاز دخل فيه عملية اعادة التشغيل وتثبيت الملفات. انت دلوقتي مش مطلوب منك اي شيء غير ان احنا ننتظر مدة 30 او 35 دقيقة، بعد كده بنرجع تاني مع بعض الى سطح المكتب وبنستكشف التغيرات اللي حصلت في النظام عندنا. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده بعد الانتظار حوالي 35 دقيقة بالظبط من عملية تثبيت الملفات واعادة تشغيل الجهاز، تم توجيهي مباشرة كده الى الديسكتوب او سطح المكتب. بتلاقي عندك كل البرامج اللي انت كنت مثبتها موجودة، ما عندكش اي مشكلة فيها، وكذلك التحديثات وكذلك كل شيء. فقط هو اللي اتغير عندك ان انت من خلال كده قائمة ابدأ الاعدادات سيتنج ثم سيستم، بعد كده اباوت من الاسفل من هنا. فقط كل اللي هتلاقيه اتغير عندك ان انت لو كنت على اصدار 19 اتش 1 او 19 اتش 2 او 20 اتش 1 بقيت على تحديث اكتوبر 20 اتش 2 زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، او لو انت كنت على الاصدارات التجريبية من نظام الويندوز تقدر من خلال الطريقة بتاعتنا دي ان انت ترجع الى الاصدار المستقر اللي هو 20 اتش 1. بعد كده ما عندكش اي مشكلة خالص، تقدر بعد كده في حالة مايكروسوفت اطلقت تحديث مايو 2021 اللي هو 21 اتش 1 تقدر بكل بساطة خالص كده وقت اتاحة التحديث ان انت تعمل شيك فور ابديت، بتلاقي التحديث موجود عندك ما عندكش اي مشكلة. زي ما نوهت على حضراتكم انك انت مش هتقدر تحصل على تحديث 21 اتش 1 لو انت على الاصدارات القديمة اللي ذكرناها قبل كده. بس يا شباب دول كان طريقتين لعملية ترقية الويندوز بتاعتنا من الاصدارات القديمة الى احدث اصدار موجود تحديث اكتوبر 20 اتش 2. لو عجبكم الفيديو بتاعنا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.